كل ميك اب بيختلف تماما، الماتيريالز اللي بتستخدميها، البرودكت نفسه، البشره نفسها بتختلف، فبالتالي انت عندك حاجات كتيره قوي بتاخديها في عين الاعتبار وانت بتعملي ميك اب. يعني انا وانا خارجه بالنهار غير وانا خارجه بالليل، البرودكت او الماتيريالز اللي انا بستخدمها الصبح ما ينفعش ان انا استخدمها بالليل، او ممكن استخدمها بالليل لو انا رايحه مناسبه، فرح، ايا كان، بس بتكون على اتقل شويه بحيث ان خلاص النهارده بيكون شمس وهواء واتربه و و فبيبقى ده طبعا غلط على البشره لو انا مش فاهمه حاجه زي دي، طيب فالموضوع مختلف تماما. طب